انطلقت مشاهدينا الكرام شديدة واعلنت التوجه المباشر الى خط النهاية لتكون هي الاسم الاقوى، ليكون البداية ولتكون البداية جميلة والنهاية اجمل يا العمدة. هذه شديدة اذا، وهذا هو الاداء الشديد، وهذا هو العرض الفريد في شوط الشدة، في شوط القوة، في شوط الرئيسي يسجل باسم شديدة. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنية للمضمر عبيد بن شينان المري المركز. مشاهدينا الاعزاء، معي في هذه اللحظات مضمر شديده الفائزه بالشوط الاول للثنايا بكار عبيد بن شيران المري. عبيد، تستاهل ناموس شديده، وحدثنا عن الشوط الاول الرئيسي وكيف شفت شديده. تستاهل خير وشديده، عدناها للشوط الرئيسي والحمد لله رب العالمين، هاجات عند حصلنا فيها، وكان الشوط الرئيسي سريع في البدايه وكان سريع في النهايه، والحمد لله رب العالمين قامت شديدة راس ونهت الشوط راس ولا جاها ضياق منها من حد. عبيد، كان الشوط انطلقت الشوط في هواء رياح قوية، كان حدثنا عن الرياح هذه، هل توقع انها ترى كان اكيد كان الرياح الهواء قوي، واكيد ان هذا الهواء انه يمكن يكون في صالحها في الكيلو الاول، بس في الكيالو كلها الثانيه كلها في ضدها. نعم اكيد اللي تلعب التيمات اكيد 100% يعرفونها، كلهم مشاركين هنا واللجن يعرفون يثر عليها. نعم عبيد، الشوط الاول الرئيسي فيه 9، وهذا دليل على قوه الشوط. نقدر نقول هجه سعوديه اماراتيه قطريه، هل كنت متوقع الهجه الاماراتيه في قياده عبيد بن شيران تنتزع ناموس الشوط الرئيسي اقوى الاشواط؟ والله انا متوقع الليله. نعم. حتى لنا كنا نعم. الظهر كنا متغدى عندكم. نعم. وقبل الانطلاقه نعم. انا علمتكم الشيء هذا. نعم. اذا مثل ما قال محمد، مشاهدينا الاعزاء، كان قبل انطلاقة الشوط محمد كان عندنا وصرح بهذه التصريحات. محمد، سبب تصريحك، ما دام انك ذكرت التصريحات، سبب تصريحي محمد، هل البكرة معطيتك تفاحية؟ لا، البكرة اشوفها زينة ومستانسة وطربانة، يعني معطتني على كيفها، والبكرة خابرها سبوق، انا ما انا بخابرها بردية. نعم. عندها سبب واجد. بس محمد، البكرة ما شاء الله من انطلاقتها في الشوط ومسارها كانت بعيدة يمكن 300 متر، وفي النهاية اندفعت، كانت اندفاعاتها قوية، يعني عرضها وادائها وتيمها الليلة مع الهواء ممتاز. محمد، هل كنت متوقع منها هذا من فترة؟ لا، عام انا متوقع منها، انا ما يعني ما صرحت عندك الظهر. نعم. وانا ما متوقع منها. نعم. انا متوقع منها الشيء هذا ومن خواتها بعد اخرى اللي قامت في الاشواط الثانية وسبقتها. نعم. محمد، هجنك في بداية المشاركة ما كانت على المستوى المطلوب، الصغار نقدر نقول، والليلة الهجنة ما شاء الله في اول مشاركة لها في الفترة المسائية في مرحلة الثانية كان حضورها قوي، هل نقدر نقول محمد يعني فيه ترتيب بسيط؟ اكيد 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 يعني الهجن الصغيرة، يعني الصغيرة. نعم. يمكن جاتها خلة ولا. نعم. شيء ولا قل جهوز. نعم. نعم. يعني ما اقدر. نعم. يعني نعم. اوكد وش الشيء. الليلة كم شوط فازت به الليلة؟ اربع اشواط الليلة. اربع اشواط الليلة. نعم. يعني نقدر نقول حضوركم الليلة ما شاء الله موفق. الحمد لله. نعم. وثاني وثالث. نعم. توعد جماهير شديدة ومحبين عبيد بن شيران بالمزيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شاهين في المقدمة، الريان في المركز الثاني، شاهين بدأ ينطلق، بدأ يباعد المسافة، شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مضمر القرن فيصل بن طالب الشريم المري، وتهنئتنا للمرة الثانية على التوالي نزفها إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ولسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز شاهين بالمركز الأول، والثانية لفيصل بن طالب بن شريم المري المركز. مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء مع مالك شاهين الفائز، أو مضمر شاهين الفائز بالشوط الأول الرئيسي للثنايا قعدان، شقيق مضمر الغرفة فيصل بن طالب بن شريم. تهانينا والناموس يا عبد الله على فوز شاهين بالشوط الأول الرئيسي للثنايا قعدان. حدثنا عن شاهين وعن سلالة شاهين. تستاهل خير طال عمرك. والله شاهين طعم القعود سبوق، والعام عنده سبقتين والحمد لله، شاركناها اليوم وخذ الشوط الأول وسبوق. عبد الله، الشوط الاول الرئيسي شوط قوي، كيف شفت مسار الشوط من الانطلاقه حتى خط النهايه؟ والله طال عمرك مسار الشوط لازم يكون قوي، لانه شوط اول، جميع شوط اول ما يجيك سهل. نعم. لازم يكون صعب. عبد الله، هل كنت متوقع فوز شاهين اليوم؟ والله طال عمرك هو اطيب ما عندنا وقدمناه وهاقين ان شاء الله فيه انه بيسبق الشوط. متى ضمنت؟ الله متى ضمنت الفوز يا ابو طالب؟ والله ضمناه عقب ما جينا عند ال 500، والشوط الاول والله الضمان فيه صعب.
سبته.